قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الأزمة الغذائية العالمية مرتبطة بفرض عقوبات غير قانونية على روسيا، ومرتبطة أيضا بإجراءات السلطات الأوكرانية التي قامت بوضع ألغام أمام موانئ البحر الأسود، مؤكدا أن روسيا لا تمنع شحن الحبوب بأي شكل من الأشكال. من جانبه أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مؤتمر صحفي عقب محادثات مع رئيسة الوزراء السويدية أنه من غير الممكن حل أزمة الغذاء في العالم دون عودة المواد الغذائية الروسية والأوكرانية إلى السوق العالمية، مؤكدا أيضا بذل كافة الجهود الممكنة لدفع الحوار قدما في هذا الاتجاه.